الفن والابداع المغربي على امتداد دورات حضرنا هذا المهرجان، حضرنا في دورات كرهنا فيها ادباء، كرهنا فيها فنانون وشعراء، كرهنا فيها مبدعون بصيغه الجامع، مبدعون يستحقون منا كل تقدير، يستحقون منا وقفه اعتراف، يستحقون منا تكريما لا يعتبر نهاية مسار بل هو بداية مسار آخر، هو تكريم لمسار هؤلاء المبدعين، فتحية لكم جميعا. يعجز اللسان ويغيب المعجم، وأمام وجوه ألفت تطويع الحرف، أمام مبدعين من شعراء وأدباء، أكيد أن الوقوف أمامكم له شنة خاصة، فتحية لكم جميعا. دورة خامسة بصيغة التكريم، تكريم فنان مغربي أصيل جمع بين الفن العربي والفن الأمازيغي، فنان بصم على مسار متميز، بصم على مسار دخل قلوب المغاربة قبل بيوتهم عبر الشاشة، دخل قلوبهم من خلال المواضيع التي كان يقدمها في أغانيه، حاول أو من خلال أغانيه جمع بين القطبين المكونين في المجتمع المغربي، العرب والأمازيغ. فإذا كنا في هذا البلد نعيش ألفة خاصة ونعيش غنى تراثي خاص، فذلك بفضل مكونات المجتمع المغربي، مكونات الساكنة المغربية التي تتنوع بين من هم عرب، أمازيغ، أفارقة، أندلسيون ويهود، فللتراث اليهودي كذلك حضور في مشهدنا الثقافي. هذه الدورة إذا اختارت تكريم هذا الفنان أو أن تحمل هذا الدورة اسم فنان مغربي أصيل، فقد اختارت كذلك، اختارت أن تحتفي بعنوان للثقافة المغربية، عنوان للحضارة المغربية، عنوان للتاريخ المغربي، إنه القفطان المغربي. فإذا كنا في هذه الدورة تحت شعار القفطان المغربي ودوره في التنمية، فأكيد أن القفطان المغربي أصبح عنوانا للمغرب من خلال تلك أو من خلال بصمات أو أنامل الفنانين المبدعين المغاربة من صناع تقليديين ومصممين. فمرة أخرى نرحب بكم في هذا المهرجان، في هذه الدورة الخامسة. الدورة الخامسة ما كان لها أن تكون لولا تضافر مجموعة من الأريحيات
أكيد أن هذه الأريحيات منها جماعة وليلي ومنها منتدى الإبداع فن والإبداع وليلي، وشكر خاص لصاحب فندق وليلي إنت الذي احتضننا في هذه الأمسية. دورة الخامسة بميزة خاصة ببعد عربي، بعد يربط المشرق بالمغرب، يربط كل ما هو جميل في عالمنا العربي الذي وجب أن نشتغل عليه، وهو تدعيم ودعم الثقافة والتراث في كل مجالات وفي كل ربوع الوطن العربي، لأنه فعلا إذا كانت فالثقافة هي رافعة وقاطرة من قاطرات التنمية. قبل كل شيء فمرحبا بضيوفنا من الإمارات العربية المتحدة. كذلك لن أنسى منظمة عالمية لها فرع في المغرب، منظمة أراليسو التي تساهم في إذن بفرعها الرئيسي في المغرب، التي تساهم كذلك هي الأخرى في فعاليات هذا المهرجان. إذن فهو مهرجان يضم كل ما هو جميل، كل ما هو مشرق في مغربنا في وطننا الحبيب. خير ما نفتتح به آيات ميلات من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعنا الشيخ القارئ الحاج العربي الأنصاري. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسول المصطفى الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وبهم المؤمنون المصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدعوكم جميعا حضرة سلم الفاضل أيها الحضور الكريم للوقوف للتعبير عن حبنا لوطننا لاستماع وترديد نشيد الوطن. اسمحوا لي أن أستدعي رئيس المنتدى الإبداع فن الإبداع المغربي ليلقي كلمته بالمناسبة. أستدعي أستاذ إبراهيم زاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحييكم تحية الإسلام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية مع سائر نقول في هذه الحضرة التي نكون فيها في موعد سنوي مع هؤلاء القامات التي تعلمنا منها مبادئ الأخلاق، مبادئ الإنسانية، وتعلمنا معه مفهوم الثقافة ونشر الوعي الثقافي في وسط مجتمعنا الذي يحتاج إلى الثقافة. وأعتقد أن محيطا لا تسود فيه الثقافة لن نتحدث عن أي شيء، لا تنمية ولا أي شيء. إذن تأتي هذه الدورة الخامسة للمهرجان الوطني للشباب الممتع بشراكة مع منظمات أرانسكو، وكذلك بدعم من فندق وليلي هذه المؤسسة التي اليوم نحتاج إلى فاعل اقتصادي بهذا الحجم. أن ينخرط الجميع أن نصطف نجل الثقافة. لماذا لا نصطف نجل الثقافة؟ إذن في هذه الكلمة التلقائية التي لم أعدها أرحب بوفد الإمارات العربية المتحدة وجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. أرحب برئيس الوفد صديقي وأخي خالد الضرحاني. أرحب بالدكتور الأستاذ الجنينكي. أرحب بالصديق علي عوض من هذه المنسقة. وكذلك أرحب بالمخرج الألماني إدريس أصل ومن أصول عراقية. أرحب بالمبدعين المغاربة. أرحب بأستاذي والأساتذة اللي كتشوفوا أمامي، أنا تعلمت منهم الكثير ولولاهم ما كنت أقف أمامكم. تعلمت معهم معنى الوفاء. أرحب بالهرم وإسماعيل الزبيق الذي أتى من مراكش ليساهم ويشارك في هذا الفريق. سيد أحمد الخناد الخطاط العالمي. عمي إدريس سامي بن عميس. صديقي المدير الفني سيد راشد بالرياح. الفنانة الكبيرة الصديقة الوفية لمنتدى الفن والإبداع المغربي ومن هذه المهرجان الحاجة فاطمة تيحي. إذن كل سنة كنكسبوا أصدقاء، وهذا هو المنتدى. نكسب أصدقاء رغم الإكراهات ورغم ما يسمى بالأحداث النجاح. أرحب بكم جميعا في هذه الدورة التي تكرم منطقة عزيزة على قلوب المغاربة، منطقة الأطلس، وكذلك تكرم الصناعة التقليدية. لماذا لا تكون شعارات المهرجانات تهتم بالصناعة التقليدية؟ هذا الطقس لا مادي. إذن أتمنى للإخوة من الإمارات العربية المتحدة مقام طيب معنا. مرحبا بكم في بلدكم الثاني. وكي لا أنسى واحد الشخص عزيز على قلبي، سيد محمد عاطف المخرج الكبير. إذن مع سائر الكل فقط هذه الكلمات المتواضعة. شكرا لكم لحضوركم، شكرا لدعمكم، شكرا لمن قدم أي دعم، شكرا لمن قدم أي شيء من قريب أو بعيد أو في أي شكل من الأشكال في إنجاح هذه التظاهرة. فمرحبا بكم وشكرا لكم. شكرا لأستاذ إبراهيم زاهري رئيس منتدى الفن والإبداع المغربي. ونحن نتواجد في هذه الربوع، في هذه الرحاب التي شهدت تأسيس الدولة الإسلامية بالمغرب، منطقة وليدي ومنطقة زرعون. أكيد أننا نرجع إلى عمق التاريخ، إلى دخول مولاء إدريس في المغرب. نرجع كذلك إلى تنازل عبد الحميد الأورابي عن العرش لسبط الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت انطلاقة الدولة الإسلامية بالمغرب. فهذه المنطقة لها كما نعرف جميعا وكما نلاحظ فقط من خلال إطلالة من النوافذ، نلاحظ مرور الرومان من هنا، نلاحظ كذلك
طريح المولى إدريس من الجهة الأخرى. إذن هي ملتقى أولا للتاريخ وانطلاق تاريخ آخر، وهي كذلك ملتقى الفنانين والمبدعين في مهرجان الشباب المبدع. مرحبا بكم. أستاذ عيسى رئيس جماعة وليدي لإلقاء كلمة بالمناسبة، فليتفضل مشكورا، وهو مشكور على استقبالنا بهذه الجماعة وعلى كل ما قدمته جماعة وليدي لهذه النصف الخامسة من مهرجان الوطني للشباب المبدع. تحت تصفيقاتكم كلمة لرئيس جماعة وليدي. شكرا. السلام عليكم. لن أنا قريب ولا من بعيد في هذا الجمع المبارك، وأقول أن اختياركم كان في مكاني لأن هناك آثار تاريخية ومآثار تاريخية كثيرة تسخر بها البلد، ولأول مرة تشكرون لهذه المرة الخامسة وتوجهكم من الشغل الجديد، ونحن لدى إشارة بوك إلى أن التاريخ هي ثلاثة إن شاء الله، ويقولون أن أفضل في الزهور وأنت تتكرر مرة أخرى. شكرا. شكرا لسيدي على هذه الكلمات المعبرة. ما كان للمهرجان أن يكون لولا شريك أساسي وهو منظمة أراليسكو. أستدعي السيدة رئيسة منظمة أراليسكو الدكتورة أمينة برضاني لتلقي كلمة بالمناسبة، فلتتفضل. شكرا. شكرا لإعلامي الصحفي محمد نظيف على كلماتك الراقية. باسم الحب، باسم الأمل، باسم الحياة، باسم السلام والتعايش، باسم الإبداع، نحييكم في مهرجان قطان المغرب ودوره في التنمية. أرحب بكم في المدينة العتيقة، المدينة التاريخية وليلي. باسمكم جميعا أقدم الشكر السلطات الإقليمية، عامل صحيف الجلالة الملك، عامل صحيف الجلالة الملك، والسلطة المحلية والدار الملكي، ورئيس جميع جماعة وليلي. أشكركم جزيل الشكر لحسن الترحاب والتقدير والمعاملة والمساعدة. أشكر جزيل الشكر صاحب فندق وليلي محمد قلا على عطائه وكرمه وحبه لوطنه، فهو يستحق تصفيق منا وتشجيع لأنه يشجع الفنان والمبدع والمثقف، فله سجيل الشكر على حسن الترحاب والمساعدة. ولا ننسى مدير الفندق سي مصطفى، نشكره كثيرا. أشكر ضيوف الشرف الدورة لدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس جمعية الفجير الاجتماعي الدكتور خالد، أهلا بك في بلدك الثاني، حللتم ضيوفا كراما علينا، أهلا بكم. أشكر صاحب رئيس غرفة الصناعة التقليدية والصحافة والإعلام والإلكترونية. أشكر ضيوف الشرف الفنانين والمبدعين. أشكر كل من الفنانة الراقية فاطمة زهيد الأمازيغية المحبوبة. أشكر المؤرخ الذي سيأتي ويحضر معنا من مدينة فيليك هلالي العربي. أشكر عبد العالي الغاوي. أشكر أمال سقلي، فاطمة الصهراء رحال. أشكر خديجة أطلس، نسيلي باشا، والفنان مدير المهرجان الفني الذي تحمل أعباء السفر وأتى من مدينة طنجة الفاضل رشيد بلياح. أشكر الخطاب العالمي محمد قرمان، والقاص وعسى الفرحات، المخرج السينمائي محمد عاطفي، الفنان أحمد الله الرويشة، الفنان السعادة خلي، الفنان الراشي المحبوب المحبوب على قلوبنا جميعا والمحبوب على العالم العربي بكله، الدكتور جناوي الفاضل، الفنان أمدريس المحبوب الذي شرفنا بطلعته البهية، الفنانة زهور نعناي،
أهلا بك الفنانة نريمة إلياس، وأشكر العارضات منهم للا فاطمة، نشكر كثيرا، وأشكر رئيس مدير مهرجان سي إبراهيم السهري والسينادير، لك الشرف الكثير على كل مساعدة ونفسيتك المريحة رغم أننا سببناك الكثير من المشاكل، نشكرك. وأشكر العارضات التي رأسوا من كل مدن المغرب، من طنطان، من تلغير، من فاس، من كناس، من الرباط، من كل المناطق. وجودكم زادنا جمالا على جمال، زاد المهرجان شمالا وأناقة، فأهلا بكم، أهلا بكل العارضين، كل واحد باسمه وصفته. كما أشكر كل أعضاء منظمة أرانيسكو داخل أو خارج المغرب، أشكركم جزيل الشكر. اختارنا هذه الدورة القفطان المغربي في مدينة وليلي. من منا لا يعرف مدينة وليلي؟ من منا لا يحب مدينة وليلي؟ المدينة الجميلة تحتل مكانة تاريخية مرموقة، حيث يوجد فيها العديد من المواقع الرومانية، حيث تم تصنيفها من الأمم المتحدة باعتبارها واحدة من ضمن لائحة التراث العالمي من سنة 1979. إن المعالم التاريخية في مدينة وليلي جعلتها بمكان سياحة كبيرة يأتي السواح من كل أنحاء العالم عشقا في حبها وفي طبيعتها الخلابة. وليلي تمتد على حدودها بالقرب من مدينة باس، مدينة مكناس، مولى إدريس الأكبر الذي تم انتشار فيه الإسلام على يد مولى إدريس، مدينة الملوك، مكناس مدينة إسماعيلية، مدينة الملوك. وليلي جاءت وسط الحب، الأمان، الإسلام، الأفاق. مدينة وليلي اسمها سميت على زهرة شجرة الدفري، ومن هنا كان اسم وليلي على زهور ورود. فأهلا بأهل سكان مدينة وليلي. اخترنا القفطان واخترنا دورة المرحومة رويشة نظرا لأعضاءاته، نظرا لما ترك من تاريخ وثقافة وهوية المرحوم محمد رويشة، فكان هذا الاسم غالي علينا. واسم محمود رويشة كل من يسمع محمد رويشة فهو مزراب، فهو جاز، فهو الفني الرائع. يعني إذا قلنا أم كلثوم في الشرق فنحن نقول في الأطلس رويشة. كان لا بد أن يكون له تمثال في مدينة الروين، في مدينة صريفرة، لأنه أعطى كثير. والقفطان الذي اخترنا في هذه الدورة، فالقفطان هو الحضارة، هو الأناقة، هو الجمال للمرأة المغربية، هو سفير المرأة المغربية في أنحاء العالم. فالقفطان منذ القرن الخامس عشر، ونحن المغاربة نرتدي القفطان، بل كان يرتديه الرجال أولا قبل أن ترتديه المرأة. كان السلاطين المرينيين يرتدون القفطان، السلاطين السعديين يرتدون القفطان. في القرن السابع عشر تركوه للمرأة ولبسوا الجلاليب، تركوا المرأة تتفنن في القفطان. القفطان هو النخوة، هو الشمال، هو الأناقة في المغرب. فأي بيت مغربي لا يخلو منه القفطان، فهو الشهامة، وهو رمز الحب ورمز العطاء للمرأة المغربية. وأشكر كل من ساهم في إنشاء هذا المهرجان من قريب أو بعيد، له جزيل الشكر، وأجدد شكري للسلطات وللصحافة الإلكترونية والصحافة الحاضرة معنا، وأجدد شكري ثاني لصاحب فندق وليلي، فلكم الشكر، وأهلا بكم وسهلا، ونتمنى أمل أن تحضروا معنا الحفل الخيري ستشرفوننا، فأهلا بكم وشكرا لمهرجان قفطان المغرب في مدينة وليلي. شكري هذه ضيوف المهرجان، ضيوف حقيقة لا يسع لي أن أذكر جميع الأسماء، فك
كلهم فكلكم قامات نفتخر بها، فنانين مبدعين ادباء شعراء، فتحية لكم جميعا. استمد فقط كلمة من كلمة جاءت على لسان أخي إبراهيم زاهري، وهي دور الفاعل الاقتصادي في دعم الثقافة ودعم الفنون هو دور أساسي، لأن لولا الفاعل الاقتصادي لا يمكن أن ينجح أي نشاط، فالمؤسسات الدولة وحدها لا يمكن أن تغطي جميع الأنشطة، فلا بد من حضور الفاعل الاقتصادي. فتحية مرة أخرى سي محمد كدا صاحب فندق وليدي. دورة تحضرها معنا دولة عربية شقيقة، الإمارات العربية المتحدة في شخص إمارة الفجيرة. أستدعي رئيس الوفد الإماراتي أستاذ خالد الضنحاني ليلقي كلمة بالمناسبة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم جميعا. وفي الحقيقة لما كلامي الأستاذ إبراهيم زهيري لأن تكون دولة الإمارات ضيف شرف هذا المهرجان قبلت الدعوة، وفكرت كثيرا خلال هذه الأيام التي يعني سبقت مجيئنا إلى المغرب، وفكرت في حفل الافتتاح وماذا سأقول، إلى أن وصلت الرباط، واليوم صباحا أسمع قلبي يطرق بشدة، فسألته لماذا يا قلب تطرق بهذه الشدة، فقال لماذا لا أطرق وأنت ذاهب إلى أحبائنا، إلى أهل مكناس وأهل فاس وأهل وليدي الكرام. تحية قلبية من دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا إلى المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا. تحية إجلال وتقدير إلى منتدى الفن والإبداع المغربي ممثلاً بالأستاذ إبراهيم زهيري، وإلى جماعة وليدي، وإلى منظمة الأليسكو، وإلى فندق وليدي، وإلى كل المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في هذا المهرجان المميز. هذا المهرجان يعني الذي أزوره أو أشارك به للمرة الثانية والحمد لله، لأنني شعرت بمدى الألفة والمحبة بين فريق العمل، شعرت بنجاح هذا المهرجان من قبل أن حتى ينتهي المهرجان، شعرت بالنجاح لأن وراه رجال. فشكرا لكل من ساهم في هذا المهرجان. وإذا تحدثنا عن العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية وإلى الآخر بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، يعني سنحتاج إلى ساعات حتى يعني نتحدث عن هذه العلاقة الودية القوية بين البلدين. منذ عهد الملك الحسن الثاني والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه إلى هذا العهد، عهد الملك العاهل محمد السادس وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. فأنا سعيد جدا وأن أكون هنا بينكم مع وفد دولة الإمارات، الشاعر الكبير الدكتور طلال الجنيبي، تفضل دكتور، والأخ العزيز أيضا علي عوض من هالي، و
والأستاذ أزل رئيس. تفضل. طبعا هؤلاء الأخوة جاءوا معي، يمكن الأستاذ علي المهالي جاء قبل ذلك إلى مكناس، لكن يمكن الدكتورة لأول مرة أو الأستاذ أزل أيضا لأول مرة. نحن سعداء جدا بهذه الفعالية وهذه المشاركة، وإن شاء الله نسمع كريم من الدكتور طارق الجهيمي. مساء الخير، مساء الجمال. يليق بهذا الجمع أن يكون جمعا للجمال، فحينما ينظر الإنسان إلى ما جمع هذا المهرجان من مكارم الجمال ومصادر الحسن، اكتشف أن الإبداع يكثر التفاصيل. يكتشف المرء أن الجمال يكمن في التفاصيل، فحينما تنظر إلى القفطان المغربي وما يمثله من أصاله واقترانه بانتخاب ملكة جمال الأطلس، ثم تنظر بعدها وتجد أن الأدب والشعر وكل عناصر الجمال تلتقي في تناغم، كما ذكر كثير من قدم سابقا أن هذا الجمال والتناغم والعطاء في مضمونه وفي أساسه إنما هو رسالة إبداع عالية، مضمونها أن الجمال هو لغة تحتمل كثيرا من مساحات التأويل، وكلما اتسعنا في هذه الرؤية وكلما وضحت أن لنا أن هذا الجمال إنما هو أساس كل جميل يكمن في روح الإنسان، وما يمت في الروح فيبذر فتخرج هذه النبتة الرائعة لتسقي كل ما حولنا. شكرا لكم على هذه الدعوة الرائعة، وأتمنى لكم كل توفيق في هذا المحفل الرائع. وأود أن أختم حقيقة وأشكر الدكتور عبد الله العلوي على يعني جهوده الكبيرة أيضا في جلب بعض المؤرخات التي تتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وتاريخها. شكرا دكتور عبد الله. شكرا لوفد الإماراتي الحاضر معنا في هذه الدورة، الدورة الخامسة لمنتدى، الدورة الخامسة للشباب المبدع والتي ينظمها منتدى الفن والإبداع المغربي. دورة المرحومة حمد درويشة تحت شعار القفطان المغربي ودوره في التنمية. أكيد أن المشاركين في هذا الملتقى أو هذا مهرجان الكتر ومن ضمنهم المركز الأكاديمي للثقافة والدراسات المغربية والشرق أوسطية والخليجية، مجموعة البحث بالإبداع والدراسات المغربية الإماراتية، أستدعي السيد الدكتور عبد الله بن صبا العلوي لتقديم كلمة المركز بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا تحت تصفيقاتكم أيها الحضور الكريم. باستقبال وبكلمات طيبة تتعلق بالوحدة العربية. قلت في نفسي هذا الرجل
أكرمنا بهذا الكلام الجميل لا بد أن أرد له بعضا من هذا الصميان. عدت إلى جامعة فاس وأسست سنة 98 أو 900 ألف مع مجموعة من الإخوان مجموعة بحث سميناها مجموعة البحث في الإبداع والدراسات المغربية الإماراتية، وقدمنا خلال 20 سنة ونحن نحتفل بمرور عقدين على تأسيسها. هذه 20 سنة أثمرت الكثير والكثير من الجهود الأدبية التي تناولت القصة والشعر الفصيح والمسرح وكل الفنون الأدبية، وهناك تواصل كبير بين كل أجناس الأدبي من المغرب والإمارات. اشتغلنا على هذا كثير وقدمنا لا ندعي أنه كثير، ولكنه أنه هذا العمل قد يتجاوز 40 كتابا كلها تتعلق بالأدبية الإماراتية. انطلاقا من التواصل والتعاون لا يتم على المجال الاقتصادي أو السياحي، ولكن أيضا يتم على الواجهة الثقافية. وأعجبني أن أستمع أن الثقافة هي باب كل مدخل نلجه في واقعنا الاجتماعي، لا من حيث الاقتصاد ولا من حيث السياحة ولا من حيث الفن. حضوري هنا دعم كبير لهذا المهرجان الذي أعجبت بتنظيمه وبالوجوه المشرقة التي تضيء بحق قوة المغرب وشمال المغرب وصناعة المغرب. كل هذا في سياق ثقافة معرفية جديرة بأن نقدرها وأن نعمل على تطويرها. حتى لا أطيل، الإخوة الإماراتيين ضيوف الشرف وهم أهل الكرم، أبادلهم نفس التحايا وأتقدم لهم ببعض لا أقول هدايا، وإنما لا نقول أحمل التمر إلى هاجر، فهذا الأدب الإماراتي أدبهم، ولكن برؤيتنا وبتصوراتنا، وهذا مما افتخر. تاريخ مجيد، علاقات متميزة، علاقات طبعها الود والوئام، طبعها كذلك الفكر الخلاق والفكر مطلق. مجموعة من الكتب المغربية الإماراتية لتكون في خزانة الجمعية. إذن ما زالت خليك معنا دكتور خالد. هذا الكتاب في عدد من النسخ شيء زائد في مجلس مجموعة البحث والإبداع والدراسات المغربية الإماراتية. تهادوا تحابوا
هي سمة هذه الوقفة وسمة المركز. للباحث علي عواد الهادي. معلو معه وأعطوني الكتب. تصدروا هذه الكتب كتاب بين الأدبيتين المغربية والإماراتية حضور وتواصل. الشاعر طلال جنين. السينمائي أزال إدريس يقدمها دباب الفلاني وهو كلاسيكي. بصورة دباب الفلاني يقدم هدية وتحية خاصة للمركز الأكاديمي للثقافة والدراسات المغربية والشرق الأوسطية والخليجية مجموعة البحث في الإبداع والدراسات المغربية الإماراتية على هذه الإهداءات. ما زال هناك هذه الأخيرة هي لرئيس الجمعية لرئيس المنتدى. إذن نستدعي سيد إبراهيم زاهري لتسلم هديته للمركز من الدكتور عبد الله بن نصر والدكتور عبد الوهاب الفلاني. فعلاً هو ملتقى ومهرجان للإبداع، هو مهرجان تفضل. هذه الكتب المعروضة هنا فيها ما يتعلق بالأدب المغربي وما يتعلق ب الأدبي الإماراتي، وكلها بأقلام مغربية. نقدمها هدية من المركز ومن مجموعة البحث إلى المكتبة الوثائقية مدينة الأقلاس. نعم الهدية، نعم المهدي ونعم المهدالة. وإن شاء الله أبلغني دكتور عبد الوهاب الفلاني على أن نسخة من هذه الكتب ستصل إلى جماعة وليلي إن شاء الله. إذن بهذا نكون قد أنهينا حفل الافتتاح، ولكن اسمحوا لي دكتور عبد الوهاب الفلاني أخجلتني لما طلبت من تفضل. الله يجزيك، جزاك الله سلام الله عليكم جميعا. تحية طيبة إلى كل من يحضر في هذه القاعة ومن سيرى يشاهد يسمع حول أي ظروف في هذه القاعة. فقط بمناسبة شرط ستتوصل منظمة عليسكو هذه ستتوصل بنسخة كاملة من هذه الكتب التي هي أمامكم وعددها 41 كتابا، كلها من تأليف أقلام مغربية، جلها من جامعة محمد بن عبد الله كلية الآداب ظهر النعاس فاس. شكرا للمركز وللدكتور عبد المنصر وللدكتور فلاهي، أخجلتمونا بهذه الهدايا. أكيد لا يسعني أن أذكر أسماء الحضور لأن الحضور تبارك الله يعني وهو أحسن الخالقين، كلهم مبدعون، كلكم فنانون، كلكم تستحقون أكثر من تكريم وأكثر من وقفة اعتراف. فقط جرى البروتوكول على أن أقدم مبدعي الدورة وهما الدكتور الناقد والقاص وعزة فرحان، فليتفضل مشكورا. والدكتور الناقد عمرو بناوي، وبعد
الكريم سنكون على لقاء مع مائدة أدبية في قراءات نقدية في تجربتهم الإبداعية. سوف يؤتت ويؤطر هذه الندوة الأستاذ أخي وصديقي أحترمه جدا لتواضعه الأستاذ سيدي محمد إدرا. دون أن أنسى القامة الأدبية بتواضع بأريحية الدكتور مصطفى الشاوي أخي وصديقي مطوع الحرف إدريس الزيدي، الأستاذ الأريب حسن عابدي، وبحضور الدكتور عمر البناوي فقط لنجهز القاعة، وسنكون على لقاء مع هذه المائدة الأدبية. فمرحبا بكم مرة أخرى، أتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على قلوبكم، فتحية لكم جميعا، وأعتذر منكم جميعا أنني أخذ الكلمة هنا أمام مطوع الحروف، أمام المبدعين، أمام الفنانين، أمام أساتذة خطباء مفوهين. أستحيل أن أخذت الكلمة أمامكم. تحية لكم. كما هي أن طبيعة الحال القاعة قد تكون مملوءة عن آخرها عندما يتعلق الأمر بمجموعة من الكلمات، لكن عندما ننتقل أحيانا إلى بعض الفقرات الأدبية سرعان إنها تبدأ في تفرغ بعض زملائها حيث يغادرون إما إلى هذه الوجهة أو تلك. المرجو حتى لا يحدث ذلك وحتى لا تبقى قاعة فارغة وحتى يتم الاحتفاء بالشكل المطلوب ألا يقع مثل هذا النوع من التسلل بكلمة أخرى، وهو الأمر الذي للأسف الشديد لاحظناه في عدة مناسبات. إذا السلام عليكم كان هذا لابد من هذا النوع من المدخل أقل وأكثر. أشكر الإخوة الحضور الكرام، أشكر جميع الأخوة المثقفين والفنانين وهلوما جرى طبعا الحال، لأنني لا يمكن أن أتكلم عن جميع الأسماء وأن أستثناها الاسم بعد الآخر. أكيد أن هذا اليوم بالنسبة لي هو يوم كبير جدا، بعد أن الاحتفاء بالأصدقاء المبدعين والفنانين هو بالنسبة لي هو احتفاء ينبغي دائما أن يحظى بنا من الاهتمام والعناية، بحيث أنه هؤلاء هم هذه الطبقة، هذه الشريحة المثقفة هي التي ينبغي في نظري أن تولى هذا النوع من الاهتمام. نحن الآن في الدورة الخامسة من هذا المهرجان السنوي الذي ينظمه منتدى الفن والإبداع المغربي، وفي هذا الإطار لا يسعني إلا أن أتقدم بوافي الشكر للصديق العزيز الفنان أصلا إبراهيم زهري، الذي ربما فقط للإضافة أو لمن لا يعرفه كثيرا أنه أول ما عرفناه كان بالنسبة إلينا فنانا أولا، بالإضافة ذلك أنه كان يشاركنا في مجموعة القراءات الشعرية باللهجة الأمازيغية أي تليفيت. منذ الدورة الأولى بطبيعة الحال بدأ الاحتفاء بمجموعة من الأسماء، سواء بالنسبة لما كان يسمى من الذي يحمل الدورة ثم الذي كان يكرم بمعيته. هكذا تم الاحتفاء مع أحمد الرجواني، مع محمد شنوف، عبد الناصر اللقاح، إسماعيل زوالق، سميرة جودي، دريس الرواح، وبطبيعة الحال الدورة السابقة الدورة الرابعة كان الشرف أن أحضر تحمل اسمي وأن يرافق العزيز القاص والمترجم والناقل الجميل الأستاذ عبد الله فرجي. إذن هذه السنة بطبيعة الحال كان وقع اختيار أيضا على صديقين حميمين رائعين جميلين نبيلين صادقين في معاملاتهما وفي سلوكاتهما، هذان الشخصان وهذان المبدعان هذان المثقفان هما الدكتور عمرو اللاوي من جهة والقاص والباحث والناقل أيضا أبو عزة فرحان من جهة ثانية. إذن بالبدء أشكر كل الجهات التي ساهمت بشكل أو بآخر بصيغة أو بأخرى في طرف طبيعة الحال تحقيق هذا الجميل، تحقيق هذا الحفل، تحديده كما قلت بكل السياق من كل الزوايا. أشكر بطبيعة الحال الإعلامي الجميل محمد النظيفي
الذي نتمنى بطبيعة الحال أن يشفي الله سبحانه وتعالى مما لحق به من أذى كما هو نائب إلى آخره. كذلك لي واحد سعادة خاصة هو أن يعني أن أعبر عن هذا النوع من التخليل الخاص بمجموعة من الفنانين الكبار فنانين المغاربة الذين بطبيعة الحال تعرفنا في دورات سابقة. واليوم نتعرف كذلك على ميدريس فنان جميل جدا وبطبيعة الحال الفنان الكبير محجوب الرجي وغيرهم كثير من هؤلاء الإخوة. بينما تعرفنا بطبيعة الحال في السنوات السابقة المسلسل الفني الدائم رشيد بالرياح والحاجة فاطمه حيت وبطبيعة الحال صديقنا العزيز المخرج الكبير محمد العاطفي الذي تعرفنا عليه في السنة الماضية بالإضافة إلى نجيب وفنان تشكيلي عفيف دماني وغيرهم كثير. ولكن كما قلت يفوزني أن أرحب بشكل خاص بالإخوة وفد الإمارات العربية المتحدة. هنا أتذكر في سنة 2000 بالضبط كان هناك صدور واحد نسخة من جريدة جهوية وليلي كانت كلها تتمحور حول باخوس التمثال الذي نعرف أنه كان قد تعرض للسرقة. وما دام الأمر كان كذلك فإنه قناة أبو ظبي الفضائية أرسلت وفدا تقنيا من مدينة الدار البيضاء لكي تصور أو تقوم بتصوير برنامج نوافذ مع مجموعة من هؤلاء الذين شاركوا في هذا العدد. وكنت محظوظا أيضا في أن أكون إلى جانب رشيد البوزيدي وإلى جانب الغازي الصحفي المعروف وغيره. إذن آنذاك كانت الضحكة مني كثيرا رئيس الوفد لما سألني بماذا يحيل عليك عندما تكون أنت صدر الحديد. قلت له أكتب دفيزة فأخذ يضحك قال لي هل الإخوة في الإمارات يعرفون مكناس فأول أحرى أن يعرفوا دفيزة دفيزة تنحشي لدينا. فقلت لهم هذا سوف يحدث أكيد ونحن اليوم يتحقق ذلك. أنه أشار الأستاذ بأن أحد الأعضاء الوفد كان قد سبق له أن زار مدينة مكناس واليوم أنتم كذلك مرحبا بكم في مدينة مكناس عامة وفي هذا الفضاء بوجه خاص. إذن هذا كان لابد من هذا التقديم فقط. وبالحال أنني هذا المكان في حديثته هو الذي شاركنا في الاحتفال فيه بالشاعر الكبير محمد علي الرباوي وكان له الشرف بالسير هذه الندوة التكريمية ولكن ليس في الفضاء ولكن في الفضاء بالداخل في الحال. وكان هناك مهرجان سنوي الذي كانت تقوم به وتقدمه وتسيره نائمة زي الآخر. إذن هذه الكلمات فقط بطبيعة الحال أردت فقط التأشير عليها لأنني لا يمكن لي بطبيعة الحال أن يفوتني هذا النوع من التواصل بهذا الشكل مع هؤلاء الإخوة الكرام. فصديقي العزيز وابني كما أسميه إبراهيم الزهري شكرا لك مرة أخرى لأنك تمكننا من تسهيل التواصل مع كل هذه الوجوه الطيبة وهؤلاء المبدعين الكبار المتقنين الكبار وفنانينا الكبار. إذا شكرا مرة أخرى. الآن ننتقل إلى أريد في الاحتفاء بالأخوين العزيزين الصديقين المكرمين الدكتور عمر جناوي والأستاذ سوف أعطيك تقديما بطاقة خاصة بكل من أخوين صديقين تعريفا بهما قبل أن نبدأ في إطار تدخلات حول جهتهما. في البدء هذه ورقة تقديمية تعريفية بالمحتفى به الدكتور عمرو جناوي وهو عبارة عن سيرة بالمحتفى به. عمر جناوي باحث وناقد من مواليد 31/12/1953 بتاس اشتغل أستاذا في التعليم الثانوي التأهيلي عامل مكون الأساتذة بالمركز الجهوي للمهن التربية والتكوين بمكناس من 2005 إلى 2013 تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدينة مراكش قبل أن يلتحق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس حيث حصل على شهادة إجازة في الآداب سنة 1990 وعلى شهادة الدراسات المعمقة في الآداب الحديث سنة 1992. وفي سنة 2004
ناقش شهادة الدكتوراه في حصل عليه في مزيد مشرف جدا منذ الأيام تتمحور حول الفضاء الروائي في أعمال الروائي الفلسطينية ساحة الخليفة. شاركت عدة لقاءات ثقافية لكل من مدن فاس وتناس الناطور وجدة مراكش ومحمدية والدار البيضاء وغيرها. له ما يفوق 25 دراسة نقدية في الشعر والقصة والرواية. نذكر منها تجليات العشق في ديوان مراق العشق للشاعر الدكتور مصطفى الشاوي، وقراءة في ديوان وتر التباريح للشاعر الناقد حسن العابدي، وقراءة في رواية أقفاص للرواية والقصص حسن إمامي، وبين الكسكسة والسياسة للمجموعة القصصية كسوس الجمعة للناقد والقصص محمد الغاغا، وتجليات المعارضة والنقد في ديوان على النهج للشاعر إسماعيل سوالات، وقراءة في ديوان مرآة البحر للشاعر والقصص عبد الله فرجي، وغيرها من الدراسات النقدية التي يفوق عددها 25 دراسة. من مؤلفاته المطبوعة الفضاء الروائي في أعمال ساحة الخليفة الصادر 2011، استراتيجية الكتابة النسائية الصادر في طبعته الأولى سنة 2013. وبطبيعة الحال إضافة إلى كتابين معدين للطبع، أولهما يحمل عنوان البرامج السخرية في الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد بن النحس المتجائلي من الحبيبي، ثم بالإضافة لذلك إلى عنوان ثاني بعنوان مقاربات نقدية في الشعر والسب وأعمال أخرى مخلوطة. إذن هذا الشكل الأول كما قلنا من هذا الاحتفاء سوف نخصصه للمحتفل الأول الدكتور عمر كلاوي. سوف يكون عبارة عن قراءة نقدية بالإضافة إلى بعض الشهادات. إذن في البدء وأرجو بالنسبة للمتدخلين لا يفوق تدخل 10 دقائق ومع مرجو احترام هذا التوقيت أو هذا الحيز المحدد. إذن في البدء سوف أعطي الكلمة للدكتور والشاعر والباحث مصطفى الشاوي. تفضل. السلام عليكم. سعيد جدا ان احضر في هذا الحفل احتفاء بصديقين عزيزين واديبين راقيين، ودائما اقول بان الاحتفاء بالاديب انما هو احتفاء بمؤلفاته. خصصت ورقه مختصره حول مؤلف من مؤلفات سوى حسن الفرحان. بعدما أن تفقدت مكتبتي ووجدت ما يقرب 5 مؤلفات أهداني إياها، كان من الممكن نعتذر للدكتور عمر بصف الشاوي لأن فوق كما قلنا أن نخصص هذا الحدث الأول لكلمات نقية وقراءة نقية في حق عمر قلام على أساس أننا سوف ننتقل إلى المحتفى به التالي. إذن سوف أعطي الكلمة الآن للشاعر الصديق العزيز الآتي من مدينة أزرو الحسن العلي. بالمناسبة أنه كما نعرف أنه له أعمال مترجمة، له كتب الأعمال المطلية، وله كذلك مجموعة من الدواوين الشعرية. إذن صديقنا العزيز مرحبا بك وتفضل.